أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشهد خلقنا أم من خلقنا إنا خلقناه من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَفَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وكفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضكم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين وإنكم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنكم كانوا إذا قيل لكم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق مكلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين
يطاف عليهم بكأس من معين بيدعى لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، قال فلنتم مطلعون، فطلع فراه في السماء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليحمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة زقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرات تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنكم لأكيلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لكم عليها لشربا من حميم، ثم إن مرجعكم لإلى الجحيم، إنكم ألف آباءكم ضالين، فهم على آثارهم يقرؤون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته لإبراهيم، إذ قال ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم،
فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعبدون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي أفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهم الكتاب المستبين. وهديناهما صراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين السلام على موسى وهارون. إن كذلك نجزي المحسنين، إنكم من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنكم لمقدرون. إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا
لوطا لمن المرسلين إذ نجيناك وأهلك أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمورون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلا الفلك المشحون فساهم فكان من المدخلين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبيس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرات من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتخناهم إلى حين فاستفتيهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنه من إفكهم ليكلون ولد الله وإنكم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاكتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام مقلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروه به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنكم لهم المنصرون وإن جندنا لكم الغالبون فتول عنهم خطاهم وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستخجلون فإذا نزل بسخطهم فساء الصبح المنذرين وتول عنهم خطاهم فأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صاد والقرآن ذي ذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلك من قرن فنادوا ولات حين مناص فأجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منكم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مخزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد والثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا أجل لنا كتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير مكشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نخجة ولي نخجة واحدة فقال أكفلنيها وأعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بي سوى لنقجتك إلا أن يعجف وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضكم على بعض إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكئا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خالصة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن
السبيل لأكلكم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينكما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ أريد عليه عشي سافنة الجيان فقال إني أكببت حب الخير عن ذكري ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسخا بالسوق والأقناق. ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي أحد من بعد إنك أنت الوهاب. فسخرنا له ريحا تجري بأمره روحا عن حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفار. هذا تاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أكله ومثلهم معكم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك دكسا فاضرب به ولا تخنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصات ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحات لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات طرف أتراب
عزم توعدون ليوم الحساب. إنك عزال رزقنا ما له من نفاد. هذا وإن لي تعجين لشر مآب. جهنم يصلونك فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقحط هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم سالونا. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مخرجون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم المقت المخلون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمون نبأه بعد حين.